مرتين مركز الثاني. عموما هنا بانتظار ليجندري لانج لكي نتابع معا انطلاقة الشوط الرابع. They looks ready to run for the fourth race. 1200 meter is the trip. They are off and racing. انطلق الشوط الرابع أيها السيدات والسادة أيها المتابعون الكرام من مسافة 1200 متر بمشاركة خمس من الجيادة المستوردة الثيربريد لعمر 3 سنوات فقط لا غير بانطلاقة المرشح الأول ليجندري لانج، بينما تغيرت الأمور الآن لمصلحة الجواد توركيت الذي يشارك أول مشاركاته. المركز الثاني هنالك تغيرت الأمور الآن، المرشح الأول ليجندري لانج هو اللي يقود السباق. المركز الثاني ياتينا توركيت، بينما نبراس باونتي في المركز الثالث وايضا نورثن ثندر في المركز الرابع، بينما تاخر لإليسيس دريم في هذا الشو. اذا حتى الان ليجندري لانج لا زال هو اللي يقود السباق من بدء الانطلاقه. 2 furlong left to go ولا زال ليجندري لانج هو اللي يقود السباق الان. المركز الثاني نبراس باونتي ونورثن ثندر في المركز الثالث، لكن ليجندري لانج بقياده الفارس كول كلفن حبيب يوسع الفارق بشكل مريح. اذا ليجندري لانج بكل سهوله واريحيه يخطف صداره الشوط الرابع. المركز الثاني جاءت به إليسيس دريم، براس باونتي في المركز الثالث يبدو لي، اما المركز الرابع فقد جاء به نورثن ثندر. اذا ليجندري لانج يهدي المالك ابراهيم العفو هديه عيد ميلاده. ليجندري لانج من يخطف أيضا صدارة هذا الشوط بشكل مريح، الذي ينحدر من سلالة دراغون بولز والذي يشارك أول مشاركاته في هذا الموسم. بانتظار نتيجة المراكز الأربعة الأولى والمعتمدة أيضا من قبل لجنة التحكيم وصورة النهاية. إليكم نتيجة الشوط الرابع، حيث أحرز المركز الأول ليجندري لانج والفارس كالفين حبيب، وقد جاء في المركز الثاني إليسيس دريم والفارس ريتشارد أوليفر. أما المركز الثالث فقد جاء به نبراس باونتي والفارس كيرون فوكس. أما المركز الرابع فقد جاء به نورثن ثندر والفارس عبدالله فيصل. The result after race number 4, the winner is number 2, Legendary Lunch, Calvin Habib. Second is number 4, Elise's Dream, Richard Oliver. Third is number 3, Nebras Bounty, Kieron Fox. And fourth is number 1, Northern Thunder, Abdullah Faisal. So the result is 2, 4, 3 and 1. 2, 4, 3 and 1 is the result after race number 4.